إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الأول والثاني، الجزء الخاص بـ language، الجزء الخاص باللغويات، بداية من صفحة 16. أول سؤال معايا خاص بـ choose، الاختيارات choose، اختار the correct answer، الإجابة الصحيحة. أول سؤال معايا هنا بيقول لي on Saturdays، في أيام السبت، عمرو always، عمرو دايما، always دي من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع البسيط، لما بشوفها بعرف ان انا في زمن المضارع البسيط. نقط up at 7، عايز يقول لي دايما عمرو بيستيقظ الساعة 7. انا عندي هنا في زمن المضارع البسيط مع عمرو، مع الفاعل المفرد، مع الفاعل المفرد هي او شي او ات او اي اسم مفرد زي عمرو، لازم بجيب الفعل بتاعي مضاف اليه الاس او الاي اس او الاي اي اس. يبقى عمرو always، عمرو دايما، gets الفعل وبه اس بمعنى gets up هنا بمعنى يستيقظ، ولا get الفعل في المصدر، getting فعل مضاف اليه الاي ان جي، ولا to get، to والمصدر. طبعا مع عمرو طالما مفرد هنختار gets، يبقى عمرو always gets up at 7، عمرو دايما gets up يعني يستيقظ في الساعة 7 بالضبط. السؤال الثاني، حمدي نقط drink coffee، بيشرب قهوة for breakfast، لوجبة الإفطار. حمدي طبعا جايب لي هنا فعل في المصدر، يبقى أنا طالما جايب لي الفعل في المصدر يبقى أنا جملتي فيها نفي. طب كل الاختيارات فيها نفي، هنختار ايه؟ هنختار doesn't مع حمدي عشان أصلا حمدي مفرد، ولا don't، طبعا don't عايزة الفعل يكون جمع، isn't ما ينفعش معاه فعل في المصدر، عايزة فعل مضاف إليه الـ ing، ولا hasn't ما ينفعش معاها فعل في المصدر، لان عندي هنا ايه، لان عندي hasn't عايزه التصريف الثالث. يبقى حمدي doesn't drink coffee، حمدي ما بيشربش القهوه الايه للافطار او لوجبه الافطار. والسؤال الثالث، our school، المدرسه بتاعتنا at 3 o'clock every day، عايز يقول مدرستنا بتخلص اليوم الدراسي والمدرسي بتاعنا بيخلص الساعه 3 كل يوم، every day، everyday من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. our school، المدرسة بتاعتنا مفرد، مع الفعل المفرد لابد ان يأتي الفعل بالاضافات الاس او الاي اس او الاي او الاي اي اس، تمام. يبقى انا عندي هنا الفعل بتاع finish بينتهي بالاس اتش، دي من النهايات اللي لازم بضيف معاها للفعل الاي والاس، دي من النهايات الاس اتش، السي اتش، الاس، الحروف ديت اما بينتهي بيها الفعل لازم بضيف للفعل بتاع الاي والاس. فينش الفعل في المصدر، فينشز، فينشد الفعل في الماضي، فينشينج الفعل مضاف له الاي ان جي. اور سكول فينشز ات 3 كلوك، مدرستنا بتخلص يومنا المدرسه بيخلص الساعه 3 بالضبط. السؤال الرابع، شي نقط ا سبورتس كار، سبورتس يعني رياضي، هي بقى عايزين نقول هنا يعني بتسوق او ما بتسوقش سياره رياضيه، ابدا ما بتسوقش سياره رياضيه اللي هي سبورتس، السيارات الرياضيه. طيب عندي هنا نكتب كده مع بعض، نكتب ان ظرف التكرار يأتي قبل الفعل الأساسي، يأتي يعني بيجي لي كده قبل الفعل الأساسي، يأتي قبل الفعل الأساسي، ويأتي بعد الـ verb to be، ويأتي بعد verb to be am أو is أو are، تمام. يلا بقى نرجع للسؤال بتاعنا، انا عندي هنا شيء مفرد، اذا لابد ان ياتي الفعل وبه الاس. طب لسه قايلين ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاساسي، ظرف التكرار جاي لقبل الفعل الاساسي بس الفعل في المصدر، لا شيء مفرد ما ينفعش. ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاساسي، لا هنا جاي بعده ما ينفعش. ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاساسي، درايفز ايفر، ايفر بتيجي في السؤال ما ينفعش، يبقى هنختار never drives، ابدا ما بتسوقش ايه a sports car، سياره رياضيه. نيجي للي بعده والسؤال الخامس، وهنا ايه بيسال وبيرد عليه، how much do you watch tv، قال له twice a week، مرتين في الاسبوع. طالما قال له مرتين يبقى بيساله ويقول له كم مره،
How many يعني كم عدد. How often كم عدد المرات أو كم مرة. How long بسأل عن المدة. How much بسأل عن السعر أو عن الكمية. يبقى أنا بسأل كم مرة لأنه بيقول له مرتين في الأسبوع، يبقى How often do you watch TV؟ كم مرة أنت بتشاهد فيها التلفزيون؟ والسؤال السادس، My sister not polite and clever. Polite يعني مؤدب، عايز يقول ده أنا أختي كده دايما مؤدبة وماهرة أو ذكية. My sister مفرد، طالما عندي صفات يبقى مش هستخدم does نهائي لان عندي صفات، هستخدم verb to be. طب احنا لسه قايلين يأتي ظرف التكرار بعد verb to be، بعد الام والاز والار. جيب لي هنا always الاول، ظرف التكرار الاول ما ينفعش، لكن هنختار هنا is always. خدنا is لايه؟ لان عندي my sister مفرد وكمان عندي صفات، تمام؟ ما ينفعش ابدا الدز لان عندي هنا مفيش فعل، يبقى my sister مفرد فجت is، وظرف التكرار ياتي بعد verb to be، فاذا ده الاختيار الصحيح، دايما مؤدبه وماهره وذكيه. السؤال السابع، they not football they prefer tennis. عايز يقول ده هم ما بيحبوش كره القدم، ده هم بيفضلوا الايه؟ prefer بيفضل، بيفضلوا التنس. they likes، they likes ازاي ده؟ they اصلا جامع ما ينفعش معاها الفعل وبه اس. not like ما بنفيش بنط اصلا، ده انا بنفي بدونت والمصدر. doesn't، doesn't ازاي وانا عندي they جامع، ولا don't like، دي الاختيار الصحيح. they don't like football، ما بيحبوش كرة القدم. والسؤال الثامن، ايه بيسأل وبي بيرد عليه؟ ايه بيسأل؟ بيقول مريم listen to music، بتستمع للموسيقى؟ قال له yes she does. الإجابة بيس أو نو اللي بجاوب بيه هو اللي أنا بوديه في السؤال تاني، ده مستبعدة أصلا، ده مريم مفرد، تمام. هاف ما ينفعش، ده لسم في المصدر. داز هي داز ليه؟ أصلا هي جابها لي في الإجابة وعندي فعل في المصدر وعندي مريم مفرد، تمام. ما ينفعش ديد ليه؟ لأن ما قاليش يس شي ديد، لا قال يس شي داز، اللي بجاوب بيه في الإجابة بيس أور نو كويستشن، سؤال بنعم أو لا بسأل بيه. والسؤال التاسع، أيتن أن وفاء أولوز. أيتن ووفاء دايما، أيتن ووفاء دول اتنين يعني جمع، كأني بالظبط بقول they English stories in the evening. عايز يقول أيتن ووفاء دايما بيقروا قصص باللغة الإنجليزية in the evening في المساء، مع الجمع لابد أن يأتي الفعل في المصدر. reads الفعل وبه s، reading به ال ing، read الفعل في المصدر is reading مضارع مستمر. طالما قال in the evening في المساء يعني دي حاجة روتينية، وعندي always كمان من الكلمات الدالة على زمن مضارع بسيط، يبقى مع الجمع الفعل في المصدر read. والسؤال العاشر، I not share my toys with my sister. عايز يقول ده أنا بشارك my toys، بشارك اللي هي الايه اللعب بتاعتي أو الألعاب بتاعتي with my sister مع أختي. I like doing that، أنا بحب أعمل كده. I once، أنا once يعني ذات ايه مرة. never ده أنا أبدا ما بشاركش لعبي مع أختي، ده أنا بحب أعمل كده، ولا always دايما بشارك لعبي معاها، ولا don't شير انا ما بشاركش لعبي مع اختي. لا طبعا احنا عايزين هنا نقول انا بشارك لعبي مع اختي، انا بحب ان انا اعمل كده. I always، انا دائما share my toys، بشارك لعبي مع اختي. والسؤال التاني هنا بيقول لي complete، اكمل the sentences، كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word او words للكلمة او الكلمات. in brackets اللي بين الأقواس. أول سؤال هنا بيقول my brother usually، my brother أخويا، usually عادة، usually عادة من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط، عندي من الكلمات الدالة على المضارع البسيط، وmy brother كده الفعل عندي مفرد
تمام. نقط مي with my schoolwork بيساعدني في عمل واجبي المنزلي. my brother الأخ مفرد. الأخ مفرد لابد أن يأتي معه الفعل وبه حرف الإيه؟ حرف الإس. ليه؟ لأن ده زمن مضارع بسيط، يبقى هكتب الفعل زي ما هو لكن بس هضيف له حرف الإس. ليه؟ عشان الفعل المفرد helps me بيساعدني. رقم 2 on Fridays في أيام الجمعة، وهي نقط إحنا مش بندرس ما بنذكرش، we always spend the day out، إحنا دايما بنقضي اليوم كده بالخارج بنخرج، يوم الجمعة ما بنذكرش. on Fridays طالما قال لي كل يوم جمعة أو في أيام الجمعة، دي حاجة روتينية يعني حاجة متعودين عليها، ده زمن مضارع بسيط والفعل كده عندي إيه؟ الفعل جمع. الفعل جمع ومع الفعل جمع أنا بنفي بإيه؟ بنفي بdon't والمصدر، يبقى don't study لم ندرس ولم نذاكر، يبقى don't study. والسؤال الثالث عمر نقط late for school، عمر ما بيتأخرش أبدا عن المدرسة. احنا قلنا ظرف التكرار يأتي بعد الفعل الأساسي ويأتي قبل الفعل الأساسي ويأتي بعد verb to be. ظرف التكرار جابه لي قبل verb to be، كل اللي انا هعمله ان انا هبدل، بدل never is هتبقى ايه؟ هتبقى is never، هبدل، يبقى عمر is never، عمر ابدا، عمر عمره، late for school ما بيتأخر عن المدرسة. I always not milk for breakfast، ده انا دايما بشرب اللبن على الفطار. I بتتعامل معاملة الجمع، always milk كلمات الدالة على المضارع البسيط، I بيجي لي معاها الفعل في المصدر، مع الفعل في المصدر بحذف ال ing ورجع الفعل لمصدره وبرجع الفعل لأصله، واجيب drink زي ما هي سادة خالص من غير اي اضافات. I always drink milk for breakfast، دايما بشرب اللبن وجبة الافطار. والسؤال الخامس it doesn't نقط in summer، انها لا تمطر في الصيف، في فصل الصيف ما بيكونش في مطر، الدنيا ما بتمطرش، يبقى عندي بعد doesn't لابد ان ياتي الفعل ايه؟ لابد ان ياتي الفعل في المصدر من غير اي اضافات خالص، بحذف الاس وارجع الفعل لاصله برجع الفعل لمصدره، rain rain يعني تمطر. it doesn't rain انها لا تمطر in summer في فصل الايه؟ في فصل الصيف. جايب لي بعد كده صفحة 19 وسؤال خاص بالاختيارات، شوز اختر ذاكر وتأنصر الإجابة الصحيحة، والجزء ده خاص بلانجوج، الجزء الخاص باللغويات، وده بيكلمنا أو بنتكلم أو جايب لي تدريبات في الصفحة دي عن تكوين السؤال، إزاي بكون السؤال بأداة أو بكلمة استفهام. إزاي بكون السؤال بأداة أو بكلمة استفهام؟ أول حاجة خالص بجيب أداة استفهام، اكتب معايا كده، بجيب أول حاجة أداة استفهام، بعد كده بجيب الفعل المساعد، بجيب فعل مساعد، بعد الفعل المساعد بجيب الفاعل subject الفاعل بتاع الجملة، وبعد الفاعل أنا بجيب بقى الفعل بتاع اللي هو الفعل الأساسي اللي في الجملة، وبعد كده تكملة الإيه؟ الجملة بتاعتي. يلا نشوف. وأول سؤال بيقول لي وين نقط نيجارز last birthday، امتى عيد ميلاد نيجار اللي فات كان امتى؟ تمام، يبقى عندي هنا انا ما عنديش فعل في الجملة بتاعتي او في السؤال بتاعي. did عايزة مصدر، do عايزة مصدر، does عايزة مصدر، تمام، بتكلم عن عيد ميلاد نيجار وهو مفرد، يبقى ما فيش عندي غير was. when was Nijar's last birthday، امتى كان عيد ميلاد نيجار. والسؤال الثاني what you go to the museum last week، عايز يقول هنا ان انت تروح ميوزيوم، تروح المتحف last week الاسبوع الماضي. طب انت ذهبت لمتحف الاسبوع الماضي؟ ناخد بالنا انا عندي go فعل في المصدر، شوف كده where عايزه verb ing or verb ing، تمام، يبقى بقى عندي did ودول اتنين بيجي معهم الفعل في المصدر، طب هختار مين؟ ما الاتنين ينفعوا. اخد بالي ان انا عندي last week، last week الاسبوع الايه؟ الماضي، دي من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، بسأل بهل في الماضي بديد والفاعل والمصدر، يبقى did you go، did you go هل ذهبت. رقم 3 do you do in your free time، ايه يعني اللي انت بتعمله او ايه اللي انت بتقوم بيه
in your free time في وقت الفراغ بتاعك، لو عندك كده وقت فاضي، وقت فراغك بعيد عن المذاكرة وبعيد عن الشغل، طيب انت هتعمل ايه؟ what ما او ماذا، ما او ماذا، عايزني هنا بقى انا اللي اختار اداة الاستفهام. where اين بسأل بيها عن المكان، ومن للعاقل هو كيف بسأل الكيفية او الحال، يبقى what do you do، ايه اللي انت بتعمله in your free time، what ما او ماذا لغير العاقل. والسؤال الرابع، what you always listen to music on your mobile، عايز يقول يعني هو انت دايما بتستمع الى الموسيقى on your mobile على المحمول بتاعك. اخد بالي هنا عندي فعل في المصدر، ويو الفاعل بتاعي جمع، اذا ما ينفعش does، تمام، ما ينفعش have لان عندي فعل في المصدر، ما ينفعش ار لان عندي فعل في المصدر، هاف عايزه تصريف ثالث وار عايزه فيرب اي ان جي، يبقى احنا هنقول ايه؟ هنقول هنا do you always، هل انت دايما listen to music، تسمع الايه الموسيقى on your mobile على المحمول بتاعك. والسؤال الخامس، نقط is this box، box اللي هو الصندوق، عايز يقول هنا ايه؟ هيسأل ايه عن الصندوق، how many، كم عدد is this box، الصندوق how many بيجي بعدها جمع، كم عدد الصندوق، هو اصلا بيقول لي صندوق واحد او جايب لي is with this، مينفعش، how many بيجي بعدها الاشياء اللي انا عايزة اعدها جمع يعني، how heavy، كم يبلغ وزن هذا الصندوق، how fast، بسأل بقى هنا عن fast عن السرعة، كم سرعة، how far، كم البعد او كم الايه، كم المسافة، يبقى انا بسأل عن ايه، بسأل عن وزنه، الصندوق ده وزنه قد ايه، يبقى how heavy is this box، كم وزن او كم يبلغ وزن هذا الصندوق. والسؤال السادس، يقول هنا I watch my favorite TV show، انا بشاهد my favorite TV show العرض التلفزيوني المفضل بالنسبة لي، تمام، يبقى هنا am I watch، يعني هل انا اشاهد ولا was ولا have ولا can، تعالوا كده نشوف. اول حاجة عندي بشوف الفعل اللي عندي، الفعل بتاعي اصلا في المصدر، ام عايزه فيرب ing، واز عايزه فيرب ing، هاف عايزه تصريف ثالث، الوحيده اللي اقدر اجيبها وانا قلب جامد هي كان، ليه بيجي مع الفعل في المصدر، كان اي واتش ماي فيفورت تي في شو، اقدر اشوف التلفزيون او العرض التلفزيوني المفضل بالنسبه لي. السؤال السابع، هنا ايه بيسال وبي بيرد عليه، از هي نقط تنس، قال نو هي ازنت، عايز يساله يقول يعني هو بيلعب تنس، قال له لا ما بيلعبش، طبعا از والفاعل هي، يبقى انا عايزه الايه، عايزه الفعل بتاعي ومضاف اليه الاي ان جي، ليه؟ عشان ده زمن مضارع مستمر، از والفعل والفيرب ان جي، بلايز الفعل وبه الاس، بلاي الفعل في المصدر، بلايد الفعل في الماضي، يبقى بلاينج، از هي بلاينج تنس، هو بيلعب تنس. بعد كده السؤال رقم 8، هاو نوت جو تو ورك، عايز يقول لي هنا ده تكوين سؤال، كلمة الاستفهام، عايزين الفعل المساعد والفاعل، وبعد كده الفعل هو اصلا جايبه لي في المصدر، طالما جايب لي فعل في المصدر ار مستبعده، ار مستبعده، are they او they are كجملة عادية، الاثنين دول اصلا مستبعدين، ليه؟ عندي فعل في المصدر، يا اما do they يا اما they do، they do دي جملة عادية فاعل وفعل، لكن ده سؤال لازم فعل مساعد فاعل، فعل مساعد فاعل، كلمة الاستفهام فعل مساعد فاعل، يبقى هنختار الاختيار الاول how do they. والسؤال رقم 9 بيقول نقط taught you to ride a bike، taught you يعني يعلم، عايز يقول له مين يعني اللي علمك ان انت تركب الدراجة، بسأل عن فاعل عاقل، what ما او ماذا، where اين للمكان، هو من للعاقل، هو كيف للكيفية او الحال، يبقى هو taught you to ride a bike، مين علمك تركب وتقود الدراجة. رقم 10، has your father، هل باباك نقط الكمبيوتر، عند كمبيوتر،
طالما عندي has لازم معاها got، بمعنى ايه؟ getting verb ing، gets الفعل وبه الاس، got get الفعل في المصدر. يبقى has your father got، has got بمعنى هل لديه او هل يمتلك او هل عنده كمبيوتر. يبقى has جالي معها ايه؟ جالي معها got. ونيجي بعد كده للسؤال الثاني، complete اكمل the sentence، سال جمل with the correct form للشكل الصحيح of the word or words للكلمة او الكلمات in brackets اللي بين الايه؟ اللي بين الاقواس، بيجيب لي كلمة او اكتر من كلمة ما بين القوسين، ببدأ اعيد كتابتها لكن بالشكل الصحيح. والسؤال رقم واحد هنا بيقول لي when نقط he usually arrive، عادة بيوصل امتى؟ usually من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. عندي هنا زمن المضارع البسيط والفاعل اصلا بتاعي ايه؟ الفاعل بتاعي مفرد. طالما الفاعل بتاعي مفرد ما ينفعش دو، لكن ينفع مين؟ لكن ينفع does. ليه؟ لان الفاعل بتاعي مفرد. يبقى when does he usually arrive، امتى عادة بيوصل. رقم اتنين why not you loving، ليه انت بتضحك؟ يبقى عندي هنا loving الفعل بتاعي ومضاف اليه ال ing، تمام. يبقى هنا من verb to be هناخد am او is او are على حسب الفاعل. طب والفاعل ايه؟ الفاعل جمع. يبقى احنا هنختار ايه؟ هنختار are. ليه؟ مضارع مستمر. why are you loving، ليه بتضحك؟ السؤال الثالث did your sister، هل اختك نقط to the market، راحت للماركت last week الأسبوع الماضي. يبقى هنا عندي ايه؟ كلمة did بيجيلي معها الفعل في المصدر، تكون السؤال في الماضي البسيط. did و your sister الفاعل، وتالت حاجة لابد ان يأتي الفعل في المصدر. المصدر بتاعي من went وهو go، ده من الافعال غير منتظمة. السؤال الرابع بيقول ايه؟ بيسأل وبي بيرد عليه. ايه بيسأل؟ بيقول نقط does كريم come to school الباي باص بالأتوبيس، بسأل عن وسيلة المواصلات ازاي هو كريم بيأتي للمدرسة، بسأل عن الكيفية او الحال، او بسأل عن وسائل المواصلات بها وكيف. والسؤال الخامس what not you doing all day yesterday، يعني عايز يقول يعني ايه اللي انت عملت او قمت بيه all day yesterday. all day yesterday دي من الكلمات الدالة على الماضي المستمر، طول اليوم امبارح ماضي مستمر. طيب نشوف بقى الفاعل، الفاعل جمع. طب مع الماضي المستمر تكون من ايه؟ was aware والverb والing. طب was ولا where؟ طب ما هو جايب له was غلط، هنختار where لان يو جمع. يبقى where. what were you doing، ايه اللي كنت ايه اللي كنت بتعمله طول اليوم yesterday بالامس، يبقى where. جايب لي بعد كده صفحة 20 page 20، جايب لي محادثة complete اكمل the following dialogue، اكمل الحوار التالي. وجاي لي هنا اول سطر بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثه بين مين ومين وبتتكلم عن ايه. بقرا المحادثه بالكامل وافهمها كويس وراعي، وانا بحل براعي زمن المحادثه. اول سطر بيقول لي منى is asking ريهام، asking يعني بتسال، منى بتسال ريهام about her daily routine، بتسالها عن ايه؟ her daily routine يعني الروتين اليومي الخاص بيها. منى بتقول لها where do you live، live يعني عايش، انت عايشة فين، اين تعيشي. هنا ريهام قالت لها حاجة، منى بتسألها سؤال، ريهام قالت لها I live with my family، ده انا عايشة مع عيلتي، ما جابتش مكان محدد، مثلا نجيب اي مكان من عندنا، مثلا انا بعيش في الاسكندرية، انا بعيش في القاهرة، هنقول هنا I live in Cairo، اعيش في الايه؟ I live in Cairo، انا اعيش في القاهرة. I live in Cairo، I live in Cairo، بعيش في القاهرة. فبتقولها انا بعيش مع عائلتي، يبقى مع من؟ مع من؟ بسأل للعاقل بهو، هو يعني من للعاقل، مع مين بتعيش؟ مع مين؟ مع
مع مين بتعيشي؟ يبقى هو ولف الفعل في المصدر، الفعل في المصدر الفعل المساعد فوق في السؤال بيبقى دو، واي في الاجابه بتطلع لي عندي فوق في السؤال بتبقى يو. مع دو عايزه الفعل في المصدر، هو جايبه لي اصلا في المصدر ليف، وبجيب with. نقرا السؤال تاني مع بعض. هو دو يو ليف with، يعني انت عايشه مع مين او بتعيشي مع مين؟ منى قالت لها do you usually have dinner with your family، هو انت عاده بتتناولي وجبه العشاء with your family مع عيلتك، يعني في العادي بتاعك كده بتاكلي وجبه العشاء مع عيلتك. هنا ريهام قالت لها حاجه، فهنا منى قالت لها how often do you do exercise، كم مره انت بتتمرني exercise، يعني يتمرن او يتدرب، بتتمرني وبتتدربي كم مره. يبقى هنا لما بتقول لها انت بتاكلي وجبه العشاء مع عيلتك يعني عاده، ممكن تقول لها يس مثلا، يس نعم، نعمل كده كوما، يو تحول الى اي، ودو في الاثبات بتنزل دو زي ما هي يس اي دو. يعني هاو اوفن بقى كم مره، كم مره انت بتتمرني، كم عدد المرات، كم عدد المرات بقى بجاوب بقى ايه، مثلا اقول once a week، twice a week، مرتين في الاسبوع، three times ثلاث مرات، خلينا نقول twice a week، مرتين في الاسبوع، twice a week، مرتين في الايه، في الاسبوع. منى بتسأل سؤال، ريهام قالت لها I like to go to parks on holiday، بحب اروح الحدائق العامة في الاجازة. طيب ايه اللي انت بتحب تعملي في الاجازة، او انت بتروحي فين في الاجازة؟ ممكن ده وممكن ده. خلينا نسأل بوير، اين، وير اين، هتسألها وتقول لها اين تذهبي لقضاء الاجازة، تذهبي فين في الاجازة. وير ولايك في المصدر الفعل المساعد عندي دو، واي في الاجابة بيطلع لي فوق في السؤال بيبقى يو، وبعد كده الفعل في المصدر لايك يبقى وير دو يو لايك، اين تحبي، وكمل بقى تو جو تو، او تو جو تو المكان يعني اللي انت بتحب تذهبي اليه، او تو جو اون هوليداي، تو جو المكان اللي انت بتحبي تذهبي اليه اون هوليداي في الاجازه.